هذه سنة الحياة، تعادل الشمراني طبيعي، هذه هي الانتقالات دائما هكذا، راح نجم وجاء نجم آخر، راح ناصر وجاء نايف، وإن شاء الله نكون خطوتنا خطوة طيبة. بالعكس احنا يعني قد نكون ربحنا ربح مادي جيد، وأتوقع إن شاء الله أن نربح أيضا في الملعب إن شاء الله بشكل جيد. نايف هزازي اختيار فني قبل أن يكون اختيار إداري. بالنسبة لنا لا نستطيع في نادي الشباب أن نتعاقد أو نلغي تعاقد أي لاعب، أو نبيع عقد لاعب أو نشتري عقد لاعب إلا بإشارة بقرار فني واحد، وهو من السيد ميشيل برودوم، لأنه أعتقد هو صاحب القرار الفني الأول، وإحنا ننفذ ما يريده السيد ميشيل. فنايف هزازي لاعب كبير، لاعب أعتقد النادي الشباب سيسهم في عودته بشكل كبير، وأعتقد وهذا إن شاء الله إذا كسبنا هذا التحدي أنه يكون نايف هزازي تكون عودته لصالح الكرة السعودية مش لصالح نادي الشباب. فإن شاء الله أتمنى أن يتعاون معنا نايف ويصبر شوي على الانضباطية العالية في نادي الشباب وينسجم معها بشكل كبير، وإذا انسجم وأدى ما عليه أعتقد أن نايف هزازي سيعود بشكل مختلف، وسيكون يعني عودة قوية وعودة مختلفة عن جميع المواسم السابقة. عودة خالد كنا منسقين لها حقيقة من منتصف الموسم القادم الموسم السابق، لكن حقيقة ميشيل برودوم المدير الفني رأى أن يتم هذه الخطوة تكون مع بداية الموسم، وأعتقد أنه قرار جيد. ميشيل يعني أعتقد أنه سيسند لخالد المعجل مهام إدارية محددة ومهام إدارية وصلاحيات جيدة لكي يكون يعني يساعده في الشأن الإداري، ويتفرغ قليلا ويتفرغ بعض الشيء أكثر للشأن الفني. أعتقد خالد المعجل رجل خبير وشبابي قدير وإداري محنك، ويحمل ثقتي بشكل كبير وثقة كل الشبابين. أعتقد أن كسبنا اليوم بعودة خالد المعجل، أعتقد نكسب طيب. اللاعب رافينها احنا تعاقدنا معاه، واليوم وصل أعتقد وشفته في المعسكر، وأعتقد أنه اختيار جيد من المدرب، وأعتقد المدرب راهن عليه، وبمشيئة الله يكون أيضا رهان جيد ويكون إن شاء الله على مستوى عالي. وكونك تأخذ من متصدر الدوري البرازيلي أحد نجومه الأساسيين وأحد أعمدته، أعتقد هذا خيار مناسب، بالإضافة إلى المهارات الفنية اللي يملكها والسرعة اللي يملكها. قضية أمريكا الجنوبية أعتقد أن صناع اللعب ولعيبة الوسط لا يوجد أمتع وأمهر من لعيبة أمريكا الجنوبية، وأعتقد هم اللي نستطيع متوفر حسب ميزانياتنا أيضا. اللعيبة الأوروبيين أعتقد أن سعرهم عالي جدا، وأندية أوروبا تطلبهم بشكل كبير، فحسب المهارة وحسب ما يتمشى مع بلادنا أيضا ومع الأسلوب الفني اللي تلعب فيه فرقنا، أعتقد أنهم هم الأقرب لنا. أعتقد حتكون بعد عودتنا من مباراتنا الآسيوية الأولى في اليابان، للأسف احنا نلعب الآسيوية بدون أي مباراة رسمية، وبعد ما نعود نلعب مباراة الدوري في يوم 26 ضد شقيقنا نادي الاتحاد، حتكون مباراة قوية وافتتاحية قوية، وإحنا إن شاء الله حنكون مستعدين لها. وأعتقد أنك تبدأ الدوري بداية قوية أعتقد أنه شيء طيب، حتى ينفعنا في مشوارنا الآسيوي وفي إعدادنا للمشوار الآسيوي إن شاء الله. بالعكس إحنا نحتاج مباريات أكثر، ونحتاج وبالنسبة لنا نادي الشباب لن نطلب في المرحلة اللي نشوفها الآن، لن نطلب تأجيل أي مباراة. بالعكس إحنا إذا أراد أي نادي يلعب معنا قبل ما نطلع لليابان ويلعب مقدمة إحنا نرحب، فما أعتقد أننا بحاجة إلى التأجيل، ولا أعتقد أن سياسة التأجيل حتنفعنا. بالعكس إحنا بحاجة مباريات وبحاجة إلى نضغط أنفسنا في البداية عشان نرتاح في النهاية. إحنا نحتاج اللعيبة يلعبون أطول عدد من الدقائق، أكثر عدد من المباريات، أكثر يأخذون تمرس بشكل أكبر لكي نكون جاهزين للمعترك الآسيوي بشكل كبير. لا أعتقد أن مسألة الإراحة سيؤمن بها أو سيبدأ فيها السيد ميشيل برودوم. إراحة بعض اللاعبين تأتي في الضغط في الأخير لما يرهق اللاعب بدنيا وذهنيا، وتكون المسألة متقاربة التوقيت، أما من البداية لا، أعتقد اللاعب عنده استعداد أنه يتحمل أكثر.